دي درجة حرارة 7600 اكس العادية، ودي درجة حرارة 7600 اكس بعد اللي هتشوفه معايا في الفيديو ومن غير ما تخسر اداء، فركز كده معايا واعمل سيف للفيديو ده عشان هترجع له بعدين. وانا محمد خليل من عرب هاردوير. موضوع حرارة الجيل الجديد من رايزن كان نقطة خلاف، ناس شايفة ليه اصلا البروسيسور يشتغل فوق ال 90 وناس بتقول ايه المشكلة ما دام مش بيأثر على الاداء. والحقيقة ان طريقة تصنيع بروسيسور رايزن 7000 الجديدة مختلفة عن اي جيل تاني شفناه قبل كده، يعني البروسيسور الموجود في جهازك مش طبيعي انه يشتغل او يوصل لحتى 95 درجة لان هتقل كفاءته مع الوقت واداء الجهاز هيقل طول ما الدنيا عندك مولعة كده. انما مع الجيل الجديد من رايزن فالطبيعي اصلا انها تشتغل فوق ال 90 ومش هتبوظ مع الوقت ولا ادائها هيتاثر، هي اصلا متصممه كده. ركبت بقى اير كولر، ليكويد كولر، ريداتير عربيه، تنين مجنح، البروسيسور ابو 6 كورز ده هيفضل يسخن. بس انا مش جاي اقول لك النهارده هو ليه ام دي عملت كده، ده موضوع تقني معقد ما يشغلناش، احنا يهمنا دلوقتي ازاي نخلي الحراره تبقى 60 او 70 بالكتير وكمان مش هتاثر على الاداء. خلي بالك بس انا هنا مجرب على 7600 اكس، بس الكلام اللي هتشوفه دلوقتي بيشمل باقي معالجات اللاين اب. يعني عيش براحتك وكل الخطوات اللي جايه تقدر تطبقها على كله. هنا انا هجرب على 7600 اكس في وضع الاستوك. هبدا تيست سينا بنش على طول. يعني اول تقريبا ما هيبدا البنش مارك هتلاقي على طول نط اهو طلع 91 ثانيه واحده، 91 92 وهيوصل 95 وهيثبت عند 95 ده، وهي دي درجه الحراره الطبيعيه بتاعت البروسيسور. يعني لو تشوفوا كمان الباور كونسبشن هنا 108 واط، والكورز على 5.1 جيجا هرتز كل الكورز. هو التست ده بيطول، بيقعد 10 دقايق تقريبا يعني. طب دلوقتي درجة الحرارة وصلت 95 ودي درجة الحرارة الطبيعية الرايزن، يعني هو مش هيزيد عن كده خلاص. طب هنا سينا بنش خلص وطلع تقريبا رقم 14180، هو ده الرقم أقل شوية من اللي المفروض يطلعه 7600 اكس، بس أنا هنا بستخدم فيرجن قديمة من الويندوز. تعالوا بقى نجرب الكلام ده في لعبة ونشوف ايه اللي هيحصل. ممكن نجرب في سايبر بانك. يا عم الكمبيوتر، دي السيتنجز اللي انا هستخدمها في اللعبه. خلينا نقلل الري تريسنج شويه، وانا او لا خليه الترا، انا بستخدم هنا 30 80 تي اي. باقي السيتنجز اهي، دي الفيديو 4K طبعا. يلا بينا. طب كده احنا خلصنا البنش مارك بتاع سايبر بانك وتقريبا 50 فريم افريج. احفظوا بقى الارقام دي كويس عشان هنقارنها باللي هنشوفه قدام في الفيديو. طيب ازاي هنقلل بقى درجات الحراره؟ ببساطه AMD سامحه بحاجه اسمها الايكو مود، وده بيخليك تحدد مستوى سحب الطاقه بنسب اقل من اللي بيسحبها البروسيسور على الاستوك زي ما شفنا من شويه، وكمان بيسمح لك تتحكم في اعلى درجه حراره عايز تشوفها على البروسيسور. بس بالعقل كده، ما دام هتحدد حاجه يبقى الاداء هيقل. مش محتاجه حاجه يعني. ايوه انت ممكن يكون عندك حق، وعشان كده هنقلك للجزء الاهم والمعقد شويه، البرسيجن بوست اوفر درايف. ودي حاجه هتلاقيها في البايس ومنها بتقدر تعمل اندر فورت للبروسيسور، حاجه كده شبه الاوفر كلوك، بتخلي كل الكورز تشتغل على نفس السرعه حتى مع ليمت الباور والحراره اللي احنا عملناه. بقول لكم ايه، ما تيجي نشوف الكلام ده عملي ونفكنا من الهري. طيب دلوقتي احنا هنخش في الجزء اللي بجد، فمحتاج تركز معايا وتابع الخطوات خطوه بخطوه. اول ما بتفتح البايس طبعا هو بيختلف من شركه للتانيه حسب المذر بورد بتاعتك، يعني انا بستخدم بورده من اسوس. بروح على الاكستريم تويكر وبدور على حاجه اسمها بوزيشن بوست اوفر درايف. طبعا في عك كتير فانتوا يعني حاولوا تاخدوا الخطوات بالظبط. بعدها بتخش على كيرف اوبتمايزر، فاحنا بنختار اول كورز بنخليها نيجاتيف، وبتختار هنا القيمه 30 اللي هي سالب 30. بس خلي بالك بقى مش كل قطع السيليكون بنفس الكواليتي، يعني انت وحظك ممكن القيمه دي تبقى سالب 20 سالب 15 او سالب 10. انا هنا مع 7600 اكس بدات بسالب 30، وانت كمان لما تيجي تعمل كده ابدا دايما بسالب 30. بعدها اعمل سيف وشوف اذا كان الجهاز مستقر ولا لا. هتعرف ازاي ده؟ الجهاز معاك هيكراش في الالعاب او في البرامج. انا بقى القيمه اللي ظبطت معايا ل 7600 اكس كانت 20، بعدين بترجع تاني من نفس القايمه. تاني حاجه ومن نفس القايمه بتظبط البرزيشن بوست اوفر درايف، بتخليه هو بيبقى اوتو في العادي، بتخليه مانوال. وبعد كده الباور ليميت ده بتخليه على 65 او خلي 70، ندي له شويه براح. وبعدين بتنزل على الثيرمال ثروتل ليميت وبتخليه برده مانوال. ده درجه الحراره القصوى اللي عايز تشوفها على البروسيسور، يعني انت لو خليتها 60 البروسيسور مش هيقل عن 60، بس طبعا احنا هنخليها مثلا 70. 70 كويس زي الباور كونسبشن بس. وبتعمل بعديها سيف لكل حاجه. تعالوا بقى نجرب نفس اللي عملناه مع القيم الجديده. طيب هنا هنعيد نفس التيست بتاع سينا بنش. زي ما انتم شايفين الحراره وصلت 70 اول ما بدات التيست، ومش هتزيد عن 70 زي ما احنا لمتناها. ونفس الكلام بالنسبه للباور كونسامشن، برضه 70 زي ما احنا لمتناه مش هيزيد عنه. زي ما انتم شايفين الكورز هنا شغال على 5 جيجا هرتز، اقل شويه من الستوك، بس هنشوف هيفرق في النتيجه النهائيه ولا لا. تقريبا عدى 7 دقايق من التيست ولسه درجه الحراره ما عدتش ال 70، وهي مش هتعدي ال 70 صدقوني. طبعا احنا ملمتين الدنيا خالص. نفس الكلام للباور كونسامشن،
70 برضو. طيب البنش مارك خلص وطلع معانا الرقم 14,083، يعني اقل 100 نقطه بس من الستوك. بس بتيجي نبص بقى على درجات الحراره فهي ما زادتش عن 70، يعني انت كسبان هنا 25 درجه كامله. ونفس الكلام في الباور كونسومشن 70 اللي هو كان الاول 110، فتخيل فرق الوقت. تعالوا بقى نجرب سايبر بانك. طيب دي نفس السيتنجز 4K برضو، حاجه عظمه بصراحه. نفس الفريمات 49 اللي جبناها على الستوك، بس تعالى بقى بص درجات الحراره ما زادتش عن 70. عموما الطريقه دي بالنسبه لي مفيده في حاجه واحده بس، ان ما بقتش محتاج كولر تقيل عشان اضمن ان حراره البروسيسور ما تعديش 95، ده لو انا ناوي استخدمه على الستوك. يعني لو حضرتك بتقرا مراجعتنا على الموقع هتعرف ان مشكله الجيل ده من رايزن هو موضوع التكلفه الاجماليه، وبالذات ال 7600 اكس، عشان انت بتحتاج تغير منصه كامله وكمان محكوم برامات دي دي ار 5 بس. فعلى الاقل مش عايز اغير الكولر كمان، مش موت وخراب ديار هو. بس ارجع واقول لك ان الطريقه دي مشكلتها الاكبر انها مش مضمونه، وهتختلف نتائجها من شخص للتاني، بس في النهاية انت الكسبان زي ما شفت. وهتفضل الحرارة العالية في رايزن 7000 هي حاجة لازم تتقبلها، بس في نفس الوقت ما تقلقش منها. قولولي انتوا رأيكم، اشوفكم في حلقة تانية. سلام.